اهلا وسهلا، معكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. في متابعين سألوني يريدون يعملون ايقاع من يعني من تجميعهم هم، يعني من تضبيطه، يعني مثلا عندي ايقاع يبغى يحط في الفيرشن اي صعيدي، فيرشن بي خليجي، فيرشن سي مثلا تكنو، وفيرجن دي مثلا يحط سلو. كيف تعمل العملية هاي؟ الياماها عندها هاي الخدمة موجودة، يمكن تكون بعد حتى في الـ 2000 و 3000، حد يعرفها ويمكن حد ما يعرفها. أنا أشرح عن الـ A5000 الجديد، لأن المنيو مثل ما قلت لكم سابقا شوي متغير. زين، تروح على المنيو، تختار طبعا الإيقاع. أنا اخترت هني إيقاع من الإكسبنشن، اخترت هذا الإيقاع اللي هو الشابي مودرن، راح اغير فيه الحين. هو لو تلاحظون البي، شو هذا البي، زين هذا السي، هذا الدي. زين، رجعنا على الاي، تختار الايقاع، تروح على منيو، تروح على ستايل كرييتر، كانك بتعمل انت يعني ايقاع جديد او بتسجل ايقاع جديد. زين، تروح على الكلمة اللي هي الاسمبلي. الاسمبلي تفتح لك هاي الشاشة. الشاشة انا شرحتها قبل كيف تنقل الايقاعات من الاي تو بي تو سي تو دي، لكن الحين في نفس المكان راح اقول لك كيف انت تعمل اربع ايقاعات مختلفة في اربع فاريشن. زين، الحين شوف طالعني اسمه عندك الشابي، لاحظ شابي مودرن، انت في المين اي، انت ما تبغى تغير في شيء. زين، اسمع معي اوكي، كيف الحين تحط الصعيدي او تحط الخليجي في الفيرشن بي؟ زين، تروح تختار هني البي، شوف تغير معاك هني الميل من الاي البي. الحين انت عندك هني نفس الايقاع الشابي، شوف ما زال الشابي مودرن. انت كيف بتخلي الحين تدخل صعيدي او خليجي هني؟ تروح عند كلمة اللي هو الريثم واحد، تدق عليه، شوف يفتح لك صفحة الإيقاعات. شوفوا هذا الإيقاع الشابي مودر، أنا بحط حين في الفيرشن بي بختار الصعيدي، اخترت الصعيدي، شوف تغير إلى الصعيدي. أنت حين بس غيرت الصعيدي ريثم واحد، لكن ريثم اثنين والباز والكوردات كلها مال الشابي. شوف لاحظ الشابي مودر، أنت ما غيرتني، اسمع معي، حين بس غيرت ريثم واحد صعيدي، شوف تغير، لاحظ معي، لكن الباقي كله بعد ما زال على الشابي. شوف لاحظ، الحين برد على الاي، شوف شابي، شوف البي صعيدي. تبغي تغير الريثم رقم اثنين مال الصعيدي، نفس الشيء تضغط عليه هني، هني على الريثم اثنين، وتختار شو الصعيدي عشان يتحول معاك كامل ريثم 1 وريثم 2 والكوردات كلها مال الصعيدي. اذا ما بغيت تبغي تغير بس الريثم، تخلي الريثم وتتم المصاحبات مال اللي هو ايقاع الشابي مودرن. الحين انا ريثم 2 غيرته، شوف تحول معي الى دانس، شوف رقم 1 دانس صعيدي، رقم 2 صعيدي، شوف شوف. اروح عند البيز نفس الشيء، البيز اختار بعد، ابغى انقل بيز الصعيدي، شوف اطلع اكزت يرد هني، شوف اكو البيز الحين، شوف لاحظ الحين البيز، بحط لك البيز، شوف بروح البيز، شوف مال الصعيدي، لكن لو رديت على الاي البيز مال الشابي غير، شوف شوف اسمع، هذا بيز الشابي الاصلي، لكن انت البي حولت صعيدي، فشوف خذ معاك اللي هو البيز مال الصعيدي. ونفس العمليه، تبغى تغير الكورد مال الصعيدي، تروح على الكورد رقم 1 وتدق هني، وتروح تختار اللي هو ريثم الصعيدي، على طول يتبرمج لوحده بيز الحين ايقاع الصعيدي. هاي الطريقه، نفس الشيء انت الحين هني خذيت كل الصعيدي، مثلا حولناه كل الصعيدي، تروح عند السي فيرجن سي، شوف فتحت معاك فيرجن شي اللي هو الاساس، شو الشابي مودرن. تبغى الحين انت تغير، تحط والله ايقاع مثلا جاز، او تحط ايقاع دانس مثلا، تيني نفس الطريقه ريثم واحد يفتح لك هني، تروح
تطلع مثلا في عند الايقاعات هني الدانس لحظة في اليوزر في اليوروب عندي هي الايقاع مثلا شوف بغيره هنا شوف تختار اي واحد اللي عجبك ما عجبك هني تروح عند مثلا لاتين امريكا شوف حطيت اللي هو الكمبيا سورانا شوف تطلع الحين شوف اول شيء استوى شو كمبيا سورانا بس شو الباقي الايقاعات كلها اللي هو رقم اثنين ورقم البيز وهذا كله مال الشابي مثل ما قلت بحط الحين نفس عيبك الايقاع عيبك ما عيبك الايقاع مثلا رقم اثنين تروح تحوله نفس الشيء تطلع مني تروح هني تروح على افريكا قصدي على اللاتين نختار اللي هو شو اخترنا نحن الشامبي هذا الشامبي خلاص بحشوف تحول نفس الشيء وبكذي انا يعني قلت لك الطريقه كيف انك انت ونفس الشيء فيرشن دي طلع لك الدي وتروح تحط الايقاع اللي تباه مثلا تشوف هنا الحين تختار ايقاع مثلا تطلع مثلا من هني هاي خله تطلع من هني بس الايقاعات اللي هي في اليوزر طبعا هني لو تلاحظ ما يشتغل معك ما تروم تاخذ من المجموعات فانت شو تسوي تنزل ايقاعات هذه الدانس اذا بغيت اي ايقاعات من المجموعه تروح تعمل له كوبي بيست في اليوزر شوف شغال معاك الاكسبنشن واليوزر تروم تغير الايقاعات اللي هم الفيرشن يعني الايقاع اللي عيبك تروح تنقله من الدانس مثلا هني شوف الحين لو بغيت اروح على الدانس ما يطلع شوف شو عاطني خانتين بس تروم تغير الايقاعات منها اليوزر اذا انت كنت مخزن ايقاعات وهذا تقدر تستخدمهم في الفيرشنات تمام بهاي الطريقه قلت لك كيف انك انت تمكس ونفس الطريقه على فكره الحين مثلا انت في وين الحين خلصت الدي تروح مثلا في وين تروح في اللي هو تبغي تغير في الانترو نفس الطريقه شوف انتقل معاك الانترو شوف الانترو انتقل معاك صار عند الانترو لاحظ نفس الشيء تبغي تحط الانترو مال الشابي مودرن تخليه مثل ما هو تبغي تحط الصعيدي مثلا الانترو تتغير معاك الانترو شوف هنا في الانترو شوف شوف تغير الانترو شوف رحت انترو اثنين بحط مثلا شو بحط الخبيتي شوف يعني هم تاركي لك الحرية بس اغلب الناس يبون يستخدمون في الفيرشنات بطريقة هاي علمتك كيف انك انت تعمل اربع ايقاعات مختلفة في الفيرشنات وكيف انك انت تعمل طريقة الانترو والاندنج بنفس الطريقة اللي انت بنفس الطريقة بنفس الشيء بعد ما تعمل الحركة هاي تسيف شوف عندك هني سيف تروح تسيف الايقاع مثلا هني تحطه في اليوزر وتسميه اي اسم مودرن شابرن مثلا واي 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 خلاص تطلع تدق اكزت تروح في اليوزر لاحظ معاي موجود هني الايقاع انشغله معاكم شوف شوف هنا شوف صعيدي صعيدي الانترو شوف شوف الانترو بس تخزن هني وهذا بهاي الطريقة علمتك كيف انك انت تعمل اربع ايقاعات مختلفة بالانترو بالاندنج في يعني في الفيرجن A و B و C و D والى اللقاء مع معلومة جديدة ان شاء الله.